هنا قاعدة معتيغا العسكرية الجوية على أطراف العاصمة الليبية، قاعدة كانت مفتاحاً لدخول الثوار إلى باب العزيزية. مفدنا إلى ليبيا جمال عز الدين ذهب إلى عين المكان، حيث أخبره الثوار كيف دخلوا هذا الموقع بعد دخول طرابلس إثر سماعهم النداء المرمز لرئيس المجلس الانتقالي. طبعاً كنا في انتظار النداء، نداء الأستاذ مصطفى عبد الجليل اللي هي سميت هذه الليلة بليلة عروس البحر، ليلة تحرير طرابلس. كنا مستعدين، لا أخفي عليك أن كانت فيه مجموعة من الأسلحة موجودة من قبل هالموضوع هذايا، واستعدينا بها. طبعا تقسمت إلى مجموعات، طبعا احنا لم نريد القتال ولا سفك الدماء، درنا نداءات في جميع المساجد اللي محيطة بالقاعدة، نكلموا في خوتنا أن يسلموا نفسهم كذا، أبو التسليم، بل تجاوز الحد أنهم قصفونا بالهاون وقصفونا براجمات الصواريخ. لكن المعارك سرعان ما أدت إلى تقدم الثوار، فتمكنوا من دخول الحصن الحصين للعقيد معمر القذافي في باب العزيزية. هناك اكتشف الثوار ذخائر وسجناء ومقاتلين من المرتزقة. لقينا محبسة، خرجنا على المحبسة ولقينا ذخائر كميات هائلة، ولقينا أسلحة بكميات هائلة، ولقينا وفود جوات لوطة فيهم المحبسة، ولقينا ممرات سرية داخل لوطة، أنفاق بشكل غريب وطول لما لا نهاية الطول، لأن خشينا لهم إحنا بالطول، وصلنا لحد معين قريب 3-4 كيلو وانسحبنا، لأن كلها ممرات سرية وكلها مظلام. لقينا الكتائب القذافي مختلطة الجنسيات، مختلطة الجنسيات من تشاد ومن النيجر ومعهم ليبيين، ومتواجدين طبعا هنا كلهم، هم كان يوتي فيهم لأماكن واللي هنا يتواجدوا مسلحين طبعا هنا متواجد بيهم. وكان في قناصة أفارقة؟ في قناصة أفارقة، وكانت في جوازات، ما عرفناش كيف جوازات، وجدنا جوازات، جواز طبعا باسبور ليبي لكن مكتوبة تشادي في الباسبور تشادي، كان هو محضر لهم جوازات على اساس انهم يقعدوا هنا في ليبيا وتستقر الامور، على اساس اللي هو اساس انهم يقعدوا في ليبيا حصلوا الجنسيه الليبيه منه هو. السيطرة على قاعدة معتيغا العسكرية من طرف الثوار ومعظمهم من سكان المنطقة المحيطة بها كان لها فيما بعد الأثر الكبير على معنوياتهم في الهجوم على باب العزيزية مع قيل معمر القذافي الحصين، والذي بسقوطه ساقط نظام استمر 42 عاماً.